الحمري والعلم يا رب العالمين. جاهزين الشباب ولا؟ تفضلوا اقلطوا يا هلا ومرحبا. اشرقت الانوار ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف الابداع يا ابو صالح. خالد تكلم ما شاء الله تبارك الله. حياكم الله يا هلا ومرحبا. اي تفضلوا طول. تعال حسبي الله على شرك. امشي يا عمي اصبر شويه يا عمي. والله ابوك خسرتني، ما بقى فاكهه ولا ليمون ولا برتقان الا حلال ابوكم. يا عمي اصبر شويه. حلالك انت درس بخيل انت والله. ابوك هذا جهدي انا تعبي انا جاي. ده اقر يا عمي ده اقر والله. انا جايبك بناك عشان تشتغل، لا لك دخل لا فيك تصدقه ولا في زكاه. يعني ما بتصدقش ولا كيف؟ انت تصدق انت ولا ما تصدق؟ عمي هريدي في مصر عمي ستة فدادين مدانا للدماء. حتى عمك هناك ما دخل بحلالي، حلالي انا حر فيه، لا تصدق احد. كل من جاء وهب اعطيته من ذا الفاكهه ومن ذا التفاح ومن ذا الليمون، ايش دخلك؟ انت مش عاوز ادر؟ مش عاوز ادر ولا كيف؟ وش ادر ذي؟ الادر الادر ادر؟ اه قصدك اجر؟ اي انا اصلي واصوم وازكي، مالك والله لا دخل في اجر ولا في، خليك في اجرك انت وخلي في اجري. انا رجال ابي حلالي لي. امال رواتبي الفلوس اللي تجي رواتبي فين؟ جيك راتب كل شهر بعد اشتري. ما ابطش ولا راتب. ما ابطش ولا راتب. تجحدني بعد تجحدني قدام الله وخلقه. عمي ده انا عاوز اسافر مش عاوز اشتغل معاك. يا هريد الله انا مش عاوز اشتغل معاك ابدا. بالحال المزرعه ذي والله ما اقدر اشتغل بها بالحال. يا عمي ده انت بخيل درس. شوف ما بتخافش ربنا انت والله. لا اله الا الله انا رجال ترى ضعيف. والله ما جبتك من اكل عشان بس تشتغل، والله ما اقدر. هذا المزرعه شوف كبرها ما شاء الله. قل الله قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. بزودك 20 ريال على راتبك تكفي؟ يا عمي ده انا عندي 66 داموسه في مصر. وسبعه فدادين وانت حتدين 20 ريال؟ قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. 30 واجلس. يا عمي سيب خليها 100 وحقعد. والله 100 واجد. والله 100 واجد بالحال. يا الله عاوز اسافر ماليش دخل. قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. 100 100 100 حتديني 100؟ 100 وكيف؟ لا جيت تعطي احد اعطى. والله انت اقدع انت اقدع كفيل والله. اي كفو كفو والله. تحب الكعب عمي خليني اشرب شاي يا عمي. ايه شاي بس بتجلس ما تبي رايح. اه عمي حتديني 100 ريال زياده على راسك. بغيت انجلط الله يحفظك. سب قهوة قهوة خلينا نجلس الحين. نقعد؟ ايه اجلس اجلس. الحمد لله شوف بس تكفى لا تكثر من الناس اللي تعطيك. حاحكي لك قصه جوازي بعد بنت زهر. بعد مطول. سيبني اودي دي وارجع لك. ودها وتعال ودها وتعال الله يكفينا شرك. خلاص ما دجال. يا سلام. باقي قصه زواجه. ها قصه زواجه من زهره. هذا المشهد الثاني. المشهد الثاني سام. الحلقه القادمه في التيك توك. وين قصه زواجك ان شاء الله؟ المشهد حاز على ارضاكم. ما شاء الله ابدع. اي والله ما شاء الله ابدع. الله يسعدكم. قصه الزواج ان شاء الله جايه في الطريق. اي والله. اقول وش الهدف من المشهد هذا؟ عشان البخل. البخل الانسان انه اول شيء انه في المزرعه لو اعطى احد ما ينقص لا شيء الصدقه وفضل الصدقه. صحيح. اعطوني اهدافكم من القصه هذه. طبعا صغير. الهدف اللي هو البخل. في بعض الناس لما تجي تدخل مزرعته او في ثمر خارج من خارج المزرعه فيقول ميد العمال يعني لا تطلعون لا تعطون احد. حتى في التمر لا تعطون احد. صدقه يعني واحد يبادر يتصدق على الناس يعني لا يمنع الاجر على نفسه يعني. وهذا المقصد. شكرا لك. اذكر مره في احدى المدن مدينه زراعيه يعني قريبه من الرياض بدون ذكر اسمها عشان ما يذكر المزرعه